مرحبا بكم متابعي قناة عاصفة الخيال. عالم البحار والمحيطات والأحياء المائية عالم واسع ومثير، به مئات النماذج من المخلوقات المذهشة، وخاصة إذا كان الحيوان البحري الذي نتحدث عنه غريبا وغير معروف. والأخطبوط واحد من هذه الكائنات المذهشة التي تلفت الانتباه كثيرا بما تمتاز به من صفات وإمكانات. إليكم أهم المعلومات عن هذا الكائن المثير. الأخطبوطات هي إحدى الكائنات التي تعيش في المحيطات، وهي الأكثر شهرة لامتلاكها 8 أذرع ورؤوس بصلية الشكل، كما أنها تبخ الحبر لردع المخلوقات المفترسة، وهي كائنات غير عظمية حيث أنها تقوم بضغط نفسها للدخول أو الخروج من الأماكن الضيقة. ويمتلك الأخطبوط هيئة مثل الكيس المنتفخ أو كالعباءة، حيث يوجد الرأس في الأعلى، والجزء الوحيد القاسف أجسامها حاد ويشبه منقار الببغاء موجود على الجانب السفلي لديها، حيث تجتمع أذرعها، ولها فكوك قوية ولعاب سام. للأخطبوطات أحجام مختلفة، حيث يتراوح طول الأخطبوط الشائع من 30 إلى 91 سنتيمتر، ويزن من 3 إلى 10 كيلوغرامات، بينما أخطبوط المحيط الهادئ العملاق، وهو الأخطبوط الأضخم، حيث يصل طوله إلى 5 أمتار ووزنه حوالي 50 كيلوغرام. وقد تم تسجيل حالة لأخطبوط قد وصل طوله إلى 9 أمتار ووزنه إلى أكثر من 272 كيلوغرام. أما الأخطبوط الأصغر فطوله أقل من 2 سنتيمتر ووزنه أقل من 1 جرام. لكن المعلومة التي لا يعرفها الكثيرون هي أن للأخطبوط 3 قلوب، فقد يحسبها الإنسان مزحة، ولكن بالفعل لديه 3 قلوب، 2 منهما يدخان الدم إلى الغلاسم أو الخياشيم، وهي أعضاء التنفس عند الأسماك، وبهذه الأخيرة تأخذ الكائنات البحرية الأكسجين المنحل في الماء، في حين أن القلب الثالث يضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم. كما أن دم الأخطبوط لونه أزرق، يحتوي على البروتين الهيموسيانين الغني بالنحاس، والذي تزيد أهميته من أجل نقل الأكسجين في الأجواء الباردة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.